أهلا بكم من جديد. في إمارة دبي كان الموعد مع منافسات الجولة الثانية من بطولة الإمارات للزوارق الخشبية الشواحيف. اجتمعت الزوارق في منطقة جميرة استعدادا لخوض التحدي والدخول في حسابات المنافسة على لقب الموسم. اسم جديد في هذه الرياضة دخل وبقوة، وهو فريق الطيار الذي اكتسبه الزورق رقم 10 بقيادة فالح المنصوري وسعيد المهيري. اليوم الحمد لله نحن أبطال الموسم الماضي، كان جهد كبير علينا أن نحن أخذنا حق بطولة الموسم الماضي، استعدينا وجهزنا والحمد لله أن البطولة بجدارة. اليوم نحن تجهيزنا للموسم هذا تجهيزنا تجهيز قوي الحمد لله، بحد ذاته في أول سباق اللهم لك الحمد جينا المركز الثالث بحكم صادفنا عطل بسيط، بس الحمد لله السباق هذا قدرنا نتفاداه إن شاء الله وبنبدأ إن شاء الله ببداية قوية. اللهم لك الحمد بحكم أننا نحن محظوظين بطولة الموسم الماضي، اليوم فريق الطيار بقيادة هزاع ما قصروا معانا، أعطونا الدعم الكامل متكامل، دعم معنوي دعم مادي. الزورق إن شاء الله بيكون انطلاقته قوية اليوم، وإن شاء الله أنكم بتشوفون في الموسم هذا إن شاء الله أنه ما ينزل من المنصة من ثلاث مراكز الأولى بإذن الله. اليوم فريق الطيار هو راعي لرياضات بحرية عديدة، منها رياضات سباقات صيد الأسماك، منها سباقات شراعية، في له مجال كبير وباع كبير. اسم الطيار اسم عريق وقديم، مش من أول مرة، مش من الحين توه بادي، لا بالعكس اسم الطيار له تقريبا فوق 20 سنة. فاليوم اسم الطيار رعاية لنا نحن بالعكس بحد ذاته شيء كبير، ويعطينا الحافز القوي ان نحن نكون في المراكز الاولى المتقدمه. ثاني شيء اليوم فريق الطيار مركز على زورق جديد كامل، اليوم هو سبونسر لنا ان شاء الله، الحين نحن بادين تصنيع لزورق جديد للموسم اللي بعد هذا ان شاء الله، وان شاء الله بعد يكون اقوى عن الزورق هذا باذن الله. والله بارك الله فيهم فالح المنصوري وسعيد بلقام المهيري، ما يحتاج يعني يكون في اي اختيار، وشباب يستاهلون، كانوا ابطال الموسم اللي طاف، وفالهم الناموس ان شاء الله. والله هذا هو الهدف، شوي شوي ان شاء الله راح نوصل لكل الرياضات اللي فيها شويه نقص من الدعم والرعايه، وهذا راح يكون دور كبير لنا ولنا الشرف بعد في احياء هاي الرياضه والتراث. والله نحن ما عندنا اي استثمار، هو دعم معنوي إحياء التراث، وفرصة للناس أن يعني تكون عندهم الهواية، فرصة للهواية. في البداية أشكر هاي المقابلة لكم. يعتبر فريق الطيار داعم للسباقات البحرية. في 2018 كانت الفكرة موجودة في إنشاء هذا الفريق، في تأسيس فريق بحري يشمل الرياضات البحرية بشكل عام، منها التراثية ومنها الحديثة ومنها صيد السمك. الرعاية اليوم لفريق البطل الموسم اللي طاف يعد يعني تشجيعا للشباب، فالح المنصوري من الشباب المجتهدين الأبطال اللي لهم صولات وجولات في الرياضات البحرية وخاصة الشواحيف. الشواحيف هاي تعتبر رياضة قديمة متجددة على قولتهم، أو أن الشباب طوروها وصلوا فيها لمستويات أو سرعات وايد منافسة للرياضات الأخرى. الفريق الطيار مهتم بدعم الشباب في الرياضات هذه للاستمرارية أولاً، ولحصد ألقاب على مستويات عالية. بداية أنك أنت ترعى فريق ماخذ بطولة الموسم اللي طاف، بتشجع الشركات سواء شركات خاصة أو جهات حكومية أنها ترعى وتدعم الغوارب هذه، لأن في النهاية اللي يمثلونها شباب مواطنين مجتهدين في السباقات البحرية. بداها فريق الطيار، وإن شاء الله أن نشوف يعني رعاة إداد في السباقات الجاية إن شاء الله. فريق رهيب الكويتي يخوض التحدي بقوة، ولديه 5 زوارق وهو رقم كبير. فريق لديه مجموعة قوية من السائقين أصحاب الخبرة الكبيرة. هذه الجولة الأولى تعتبر في نادي دبي الرياضي، تسابقنا قبل تقريبا أسبوعين في العاصمة أبوظبي، وشايفين الأجواء ما شاء الله رائعة وأكثر من رائعة، نقدر نقول الأجواء مناسبة لإقامة مثل هذا النوع من السباقات. وتجهيزات أجرينا بعض التعديلات شوية على المحامل
ان شاء الله ان شاء الله الله يوفقنا ويوفق الجميع ويحققوا المراكز متقدمه ان شاء الله. اي نعم بالطبع، يعني شوف انت الحين ما زاد عدد المحامل، تقريبا وصلوا 23 محمل، بالاول كانوا 16 17 محمل، السنه ما شاء الله زادوا 5 محامل دفعه واحده. وتلاحظ الرعاه السبونسريه بداوا يعطون جهد حق الرياضه هذه، وهذا بالعكس هذا يحفز المتسابقين اكثر ويعطيهم مثل ما تقول دفعه ان يستعدون ويجهزون افضل تجهيز. والله الحمد لله رب العالمين، قمنا بالتجارب والحمد لله. الزوارق هي زوارق تابعه لفريق رهيب، واحنا طبعا زوارقنا مثل ما تشوف ال 25. سرعات القوارب متقاربه، يعني من 59 الى 58 تقريبا ميل في الساعه. وإن شاء الله على وجود البحر اليوم مناسب، يعني نشوفه أنه هادئ، وإن شاء الله نحرز يعني مركز جيد. والله طال عمرك أنا انضميت لهم في 2011، كنت مع زورق رهيب 15 مع محمد الرئيس، والحمد لله من هذه الأيام لهذه الأيام كسبنا الخبرة من الجماعة. وأنا أشوف أن صراحة الفريق فريق جيد وفريق يعمل على باستمرار، أحرز ألقاب بالنسبة حق 17، أحرز ألقاب كذا مرة، وإن شاء الله نكون مستمر معهم إلى ما شاء الله. بدأت عملية تنزيل الزوارق من المنطقة المخصصة، وفي هذه الأثناء يقوم كل فريق بالاطمئنان على حالة الزورق ووضع آخر اللمسات قبل الانتقال إلى المسار في المياه الخارجية لهذه المنطقة. انتقلت الزوارق إلى منطقة الانطلاق، وهي المنطقة التي اختارتها اللجنة المنظمة وتقام فيها هذه السباقات في الفترة الأخيرة. بالفعل انطلق السباق وارتفع العلم الأخضر من قارب الطليعة الذي يقوده هزيم الجمزي مشرف السباق. العدد وصل إلى 21 زورقاً في سباق مكون من 7 دورات يقام بالقرب من برج العرب. جميع المشاركين لهم خبرة في هذا المسار، يعرفوه جيداً بحكم التجارب السابقة، وكذلك بعد أن قامت اللجنة المنظمة بإتاحة الفرصة لهم من أجل اكتشاف المسار من خلال قارب مخصص لهذا الأمر. استمر السباق واتضحت الرؤية بعد أن سيطر زورق المشخص 3 بقيادة خليفة بن ذيبان ومحمد الحمري على مجريات الأمور، واستمر ممسكا بالصدارة، ومن خلفه زورق الطيارة 10 بقيادة فالح المنصوري وسعيد المهيري، ويأتي خلفهم التبر 12 للثنائي المتناغم أحمد الهاملي وجمعة المهيري. ومع الدورة الأخيرة وارتفاع العلم الشطرنجي، كان المشخص هو أول العابرين واستحق لقب السباق ليستمر في هذه البطولة محققاً العلامة الكاملة بلا منازع، ويحتفل بتحقيق هذا الانتصار باستلام العلم الشطرنجي ثم التوجه نحو منصة التتويج. طبعا التوافيج من الله سبحانه وتعالى. اولا امسي عليكم بالخير والسلام للجنه وللمتسابقين وللجمهور، والاخص قناه ياس اللي هي دائما تتابع هاي السباقات ولقاءاتها صراحه مميزه في نشر الدعايه والاعلام حق المتسابقين، على اساس يقدرون يحصلون سبونسرز في السباقات وتدعمهم ولاستمرار هذا السباق. اليوم السباق كان البحر هادي عكس سباق ابو ظبي، كانت المياه هادية،
الانطلاقة كانت على سرعة 35 مايل، الكل كان مرتاح. أشكر اللجنة على هذا الأداء اللي سووه اليوم في الانطلاقة. مجرى السباق كانت البويات المحطوطة ومجرى السباق سيفتي لكل المتسابقين، بحيث اليوم نحن نلف على لفات البويات بأقصى سرعة ممكنة بدون أي خطورة أو انزلاق لأي للقارب اللي عندنا أو لأي قارب ثاني. السباق كان جميل جدا والحمد لله، الانطلاقة كانت ممتازة والقارب الحمد لله أدى أداء ممتاز، والبحر أسعفنا أن الحمد لله من الانطلاقة ننطلق نحن في الحقيقة يعني في القرعة طلعنا مركز الأخير، والله وفقنا الحمد لله وقدرنا أن نجاوز المحامل واللفة الأولى ودخلنا لمجرى السباق بالمركز الأول الحمد لله، وحافظنا على الصدارة إلى انتهاء السباق. نحن ندرس الأوضاع، أوضاع السباق والموقع، موقع السباق وين والأرصاد، إذا كان البحر ممكن أن يكون خواهر نعدل شوي في الديزاين، إذا كان الموج السباق بيكون في أمواج عالية نعدل أيضا في البالانس تبع الزورق على أساس يعطينا استمرار، مش مهم السرعة. اليوم نحن ما عندنا سرعة عالية، سرعتنا في حدود 58-57 ونص، ولكن مثل ما شفتوا في التصوير أو شافوا الجماعة استقامة الزورق. يوم حالة الجو كان زينة، الطقس كان زين، التنظيم كان ولا أروع، استوت يمكن في غلطة بسيطة بخصوص كم متسابق تقريبا لفوا علينا، يعني ودونا عن اتجاه أول التفاف نزلونا تقريبا بعيد، فالحمد لله حاولنا نحن نتجازف الأمور هذه كلها كاملة. دخلنا اللهم لك الحمد دخلنا المركز الثاني، المركز الثاني في بداية البطولة شيء مش بسيط. اليوم هاي البطولة الإمارات بطولة تجميع نقاط، نحن قدها كفريق، وإن شاء الله السباق الجاي إذا الله أراد إن شاء الله نحقق مركز أفضل عن المركز هذا إن شاء الله. شوف نحن ما نتكهن وما نستهين بجميع المتسابقين، المتسابقين الموجودين حاليا يمكن تقريبا مشاركاتهم فوق 15 سنة في هالفئة، نحن يمكن تقريبا الحين هاي ثالث سنة، أول سنة جينا المركز الثاني على البطولة، ثاني سنة جينا المركز الأول، السنة هذه إن شاء الله بيكون فيها تعديل أكثر وأكثر. خلاص خلصت الجولة برجع ثاني مرة بنتأكد من الأمور، بنشوف السباق كامل ككل، بنشوف شو الأغلاط اللي نحن كانت عندنا وبنعدل إن شاء الله فيها بإذن الله. أول شيء إنه بدينا في انطلاقة قوية بينهم، بس إنه في بعض الغوارب نزلت تمت تأخذ جهة السافل، بس الحمد لله على إن تحكمنا في الموضوع وخذنا المجرى الصح وخذنا الانطلاقة بسرعة، نبغي نوصل للنقطة النهاية نقطة الالتفاف الأولى، والحمد لله كل حال ان شاء الله. الحمد لله السباق كان قوي شوي خارج الكاسر موي، يعني كان زورقنا مش مجهز الموج، زورقنا في الماي الهادي اكثر احسن من الموج، حاولنا نكمل الحمد لله خلصنا في المركز الثالث، نجمع نقاط باقي ثلاث سباقات وان شاء الله الله يوفقنا إن شاء الله. محتاج ثبات زيادة، وبس عندنا نحن داخلين في زورقين، زورق مخصص للموج وزورق مخصص حق الماية الهادية يعني، بس قدرنا نمسك مركزنا الحمد لله، خلصنا بالسلامة وتجميع نقاط، مركز حلو الحمد لله. طبعا نحن نحب نبارك للفائزين في سباق اليوم، على وعلى ذلك نحب نهنيهم طبعا وصولهم الى خط النهايه، لم تسجل اي حاله حادث، لم تسجل اي حاله اصابات ولله الحمد، مر السباق مثل ما كنا نحن متوقعين ومثل الخطوات الموجوده في الاعداد.